اليوم النهاردة يوم تاريخ، حد والنبي يعرف مين اللي بيكتب التاريخ يا جدعان؟ تاريخ والتسجيل، ومن هنا المؤرخ. ليست مهمة البحث في التاريخ أن يصدر حكما، بس بشرط أن اللي يكتب ده يكون شاهد عيان. مش كل اللي تقروه في كتب التاريخ تصدقوه على طول. عنترة اتجوز على عبلة 7 مرات، خلف 8 مرات. مننا وعلينا مع عمرو الكحكي، غدا الساعة 8 مساء على النهار اليوم.